اليوم سوف نتعلم حرف الفاء. فاء وفوقه نقطة، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. فاء وفوقه فتحة ويلفظ ف. فاء وفوقه ضمة ويلفظ فو. فاء وتحته كسرة ويلفظ في. فاء وفوقه فتحة ف مثل فانوس. فاء وفوقه ضمة فو مثل فستان. فاء وتحته كسرة في مثل فيل. اليوم سوف نتعلم حرف القاف. قاف وفوقه نقطتان، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. قاف وفوقه فتحة ويلفظ ق. قاف وفوقه ضمة ويلفظ ق. قاف وتحته كسرة ويلفظ قي. قاف وفوقه فتحة ق مثل قصر. قاف وفوقه ضمة ق مثل قبعة. قاف وتحته كسرة قي مثل قرد. اليوم سوف نتعلم حرف الكاف. كاف، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. كاف وفوقه فتحة ويلفظ ك. كاف وفوقه ضمة ويلفظ ك. كاف وتحته كسرة ويلفظ ك. كاف وفوقه فتحة ك مثل كعبة. كاف وفوقه ضمة ك مثل كرسي. كاف وتحته كسرة ك مثل كتاب. اليوم سوف نتعلم حرف اللام. لام، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. لام وفوقه فتحة ويلفظ ل. لام وفوقه ضمة ويلفظ لو. لام وتحته كسرة ويلفظ لي. لام وفوقه فتحة ل مثل لحم. لام وفوقه ضمة لو مثل لعبة. لام وتحته كسرة لي مثل لسان. لقد انتهينا يا أصدقائي. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.